يا ساتر، جيتك على راسي والله يا محرم بيه. اتفضل. اعملوا عشاء. احنا لسه هنقعد؟ مش هنقعد ولا حاجه، هنمشي خلاص. اتفضل يا محرم بيه. شكرا. اتفضل يا بيه. حسن اخوي، اظنك تعرف يا محرم بيه. انا طبعا اعرفه، لكن هو ما يفتكرنيش. محرم بيه صاحب ابوك الله يرحمه الروح بالروح. تعرف السرايا اللي في اخر البلد؟ مكفوله. ايوه، السرايا دي توجه بتاعت محرم بيه. نورت البلد. انا كان بيني وبين ابوك شغل كتير. افهمك انا كل حاجه، بس استعجل العشاء. لا لا لا، عشاء ايه بقى؟ اصل احنا جايين من المطار على هنا على طول. احنا يا دوبك نروح نستريح. لا، تروح فين؟ تبت هنا. وبعدين هتلاقي السرايا فيها تراب كتير وعايز تتنظف. بكره الصبح ان شاء الله هبعت لك حد ينظفها عشان تقعد فيها على رواقه. انا بعت الناس نظفوها من يومين ثلاثه. بقول لك ايه؟ انا عازمك بكره على الغدا. وهات حسن معاك. تحت امرك يا محرم بيه. طيب. استأذن انا بقى. اتفضل يا محرم بيه. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا بيه. يا رب يا ساتر. اتفضل يا محرم بيه. البقاء لله. ونعم بالله. ما نجيلكوش في حاجه عفشه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا محرم بيه. سعيكم مشكور. تفضل يا محرم بيه. تفضل. فين نادي يا مروان؟ ايه، تفضل يا محرم بيه. تفضل. ايه مروان، لو ما قلتش نادية فين انا مضطر افتش البيت كله، ومش همشي لو هي معايا. ايه، ما قدرتش تستنى للصبح ولا ايه؟ على العموم دقيقة واحدة وابقى معاك عبد المأمور. مروان، هتسلموا نادية؟ عايزاني اعمل يا زينب؟ انا مش عايزاك تعمل حاجة، انا بس عايز اعرف انت بتفكر في ايه دلوقتي. مفيش غير حل من التنين، لما ادفنها بيدي او اسلمها لهم. زينب. نعم. انت زعلانه ومتضايقه علشانها، مش كده؟ طب وهي اللي عملته ده ايه؟ انا زعلانه ومتضايقه علشانها جدا، وعارفه ان انا مش هينفع اقول لك سامح، بس يا مروان لازم تبقى عارف ان الجرح اللي في قلبك علشان خاطر ابوك هو نفسه الجرح اللي في قلبها عشان خاطر ابوها. المفروض ان احنا الكبار كانوا يعلمونا ازاي نحب بعض، ازاي نعيش مع بعض مرتاحين وكتفنا في كتف بعض، بس للاسف ده ما حصلش، واحنا دلوقتي بندفع ذنب مش ذنبنا. اعمل اللي انت شايفه صح يا مروان، مش انا اللي هقول لك اعمل ايه، بس انت لازم تبقى فاهم ان ناديه ضحيه مش مجرمه. صدقني يا مروان. هديها وفهميها ان احنا هنقعد هنا على طول. ما تقلقش،
انا عارفه هتصرف معاها ازاي. اهدى بس. المهم قول ناوي على ايه. مش عارف، بكره لما اقابل مروان هشوف هيعمل ايه. طب ممكن تهدي اللعبه بره؟ احنا مش عايزينهم يسحبوا الاعتماد المالي بتاعنا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما حدش مقدر اللي انا فيه. يقدر ايه؟ في حد عاقل في الدنيا يحرق بضاعه في مخازن ب 50 مليون؟ ما انا لو ما كنتش عملت كده كان زماني متعلق الحبل المشنقه. مش عارفه ليه انا قلقانه، حاسه كده الهدوء اللي هم فيه دوت زي الهدوء اللي بيسبق العاصفه. ربنا يستر. على المهم انا بعت رساله لجيو قلت له عايز اقابلك. رد عليك؟ لا للاسف. طب هتعمل ايه يا محر؟ اركوكي سيبيني اهدى واقعد افكر. انا دلوقتي خلاص ما عنديش مخ وعندي امل. مقابله مروان بكره هجيب نتيجه. تفتكر؟ اه ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير. ومن اهله. ربنا يستر. بتعمل ايه؟ هتموتني؟ ما يهمنيش، المهم اني خدت طار ابوي. شفتك وانت قلبك محروق على ابوك زي ما حركته قلبي. اتفضل يا حاج مأمور. محدش يقرب لي، لو حد قرب لي انا هموت نفسي. خدوها. اوعي تفتكر ان انت هتفلتي من يدي لو رحت اخر بلاد المسلمين. احنا هنفضل هنا لحد امتى؟ لحد ما دادي يقول. بس انا مش عايزه اقعد هنا ثانيه واحده، انا همشي بكره الصبح. معلش، هو بابا ده عمره غصبك على اي حاجه في الدنيا؟ ممكن تسمعي كلامه المره دي. انا مش مستريحه هنا، هقعد هنا ازاي؟ هتعامل مع الناس دي ازاي اصلا؟ ان شاء الله شويه كده وتقدري تستحملي. استحمل لما الوضع ده يكون مفهوم، لكن انا اسيب حياتي وشغلي واصحابي وكل حاجه هناك واجي هنا؟ انت متخيله اسيب لندن واجي اعيش هنا؟ وبعدين انا عايزه افهم بقى، انا دماغي مش قادره تستوعب خالص انك قدرتي وقبلتي اصلا تسيبي حياتك وشغلك وتيجي تعيشي هنا. ريم هو في ايه؟ انا عايزه افهم. هتفهمي كل حاجه صدقيني، بس في وقتها. ممكن دلوقتي تغيري هدومك دي وننزل نتعشى؟ ماليش نفس. اسمعي كلامي يا لبنى. انا متضايقه ومخنوقه وبجد مش عايزه اتكلم. اقعدي. صدقيني يا حبيبتي كل حاجه هتتحل واللي انت عاوزاه هيكون، بس زي ما انا قلت لك المساله بس مساله وقت. طب انا هقول لك حاجه عشان تستريحي، هجيب لك من الاخر. الشركه بتاعت ابوكي بتمر بشويه مشاكل ماديه في لندن، اوكي؟ عشان كده نزلنا هنا عشان نحل المشاكل ديت، وصدقيني هنرجع احسن من الاول كمان. والله. ممكن بقى تقومي معايا عشان نتعشى؟ يلا. إياك أشوف في عينك دمعة أنت ولا أخوك. البكا والحزن للحريم، لكن أنتوا لا. كمان هتشي ينفع خلاص. وإيه اللي ما هتشي ينفع؟ إن كريمة وبناتها يفضلوا قاعدين هنا في البيت. أقدرش أتحمل أشوفهم قدامي ليل نهار. مكتبة رجلهم حطت في البلد، الخراب حل على البيت.
بس ورحمة الغالي لقطع رجلهم من البلد والبيت. ايه؟ عجبكش كلامي ولا ايه؟ أما أنا ما عايش أسمع الحديد ده تاني خالص. طب تعال تعال أقعد تعال. لما أبوك مات الله يرحمه يا حسن، قلت إن أنت وأخوك هتبقوا سندي ودراعي اللي يجيب لي حقي وياخد طاري. بس يا خسارة، سمعت أنتوا كمان كلام كريمة وسبتوها قالت عليا اللي ما يتقال واتهمتني وأنا بريئة عشان تدخل البيت وتقعد فيه. وانت جوزت ريتال وأخوك جوز زينة، وفي الآخر نادية قتلت أبوك. أما تفنني عيني من جوه، وانا عمري ما فرط فيكي ابدا، وهتفضلي في عينينا ونشيل مداسك فوق راسنا. بكره تعرف ان كلامي صح، وان كريمه هي اللي وزت ناديه تقتل ابوك. ولو ما قطعناش راسها راح تبخ سمها في كل اللي في البيت لحد ما تقتلنا نفر ورا التاني.